السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال أندلس. النهاردة خبر غريب شوية. الدكتور طارق أعلن النهاردة ونشوف مع بعض كده الخبر إن التعليم أجلت الامتحانات طلاب الصف الأول الثانوي اليوم 21 يوليو 2019. مش عارفين إيه السبب؟ ده تساؤل كتير جدا النهاردة 4 يوليو يا جماعة؟ والتعليم بتأجل امتحانات الفرصة الثانية، ليه؟ أكيد في حاجة بتحصل أو في تعديل. بس هنا نشوف رأي الدكتور طارق. اللي نزل النهاردة بعض الاختلافات للكلام ده استجابة لرغبة الطلاب واولياء الأمور قررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي 2018-2019 بداية من يوم الأحد 21 يوليو مكان يوم 14 يعني تأجلت حوالي 7 أيام دلوقتي وتستمر حتى يوم 4 أغسطس والدكتور طارق قال لك استجابه لرغبه اولياء الامور والطلاب وبالتالي ما حدش طلب منه حاجات مني بس هو حلو مش وحشه بس كانت الطلبه عاوزة تخلص واعتمد دكتور طارق اه على الجدول المواعيد التاليه اعتمدوا خلاص وبيتمنى للطلبه كلهم النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين ان شاء الله المظلومين والامتحانات هتبقى فتره واحده واكدوا على دي فتره واحده للمدارس الحكوميه عربي ولغات والمدارس الخاصه والمعاهد القوميه والمنازل والخدمات والسجون على ان تبدا الساعه 9 صباحا مفيش مساء طب الجدول نشوفه مع بعض كده الجدول اهو يا جماعه اهو يوم 21 7 لغه عربيه من 9 ل 12 ثلاث ساعات يوم الاثنين 22 7 الاحياء 9 ل 10 ونص ساعه ونص يوم 24 برضه ساعه ونص اللي اللغة الأجنبية الثانية الجغرافيا يوم 25/7 ساعة ونص، يوم الأحد 28/7 لغة أجنبية أولى ساعتين ونص، أما يوم الاثنين 29/7 رياضيات ساعتين ونص، التلات فلسفة ومنطق ساعة ونص، الأربع فيزياء ساعة ونص، الخميس 1/8 تاريخ ساعة ونص، والأحد إن شاء الله كيمياء من 9 ل 10 ونص ساعة ونص، ده كان قرار غريب شوية من الدكتور طارق شوقي بس ايا كان ده فرصه كويسه للطلبه اللي عشان يذاكروا ويبتدوا يجهزوا نفسهم. وصلنا اخبار دلوقتي اللي في مدرس بيقول ان احنا ممكن ندخل بالكتب الخارجيه ممكن ندخل بالاوبن بوك هنشوف الكلام ده فعلا حقيقه ده ولا لا في الايام الجايه ان شاء الله انتظرونا على قناتكم قناه اجيال اندلس. كان معكم اسامه رزي مؤسس اجيال الاندلس في امان الله. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.